تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والجزائر والأمة الإسلامية وغزة الحبيبة في دوام الصحة والعافية. بمناسبة عيد الفطر المبارك نتقدموا بتحية لكل الأهل، خاصة عائلة بوديب، عائلة أقريش، عائلة سلوقي، كل العائلة الكبيرة والصغيرة هنا في الجزائر. وبلا ما ننساو الأهل في الغربة، الناس اللي هم عايشين في فرنسا. أتقدم بتهاني الخالصة والحارة لجميع أبنائي وخاصة ابنتي التي توجد في الإمارات العربية المتحدة. أقدم تهاني للعائلة لا فامي اللي في الخارج ثاني، وكل عام نتوما بخير إن شاء الله، وعائلة أدامول. عيد مبارك سعيد وينعاد علينا بالصحة والهنا. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية والعربية أجمع، كل عام وأنتم بخير، دمتم في حفظ الله. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك سعيد لكل الأمة الإسلامية داخل هذا الوطن وخارجه، نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يكون فرصة للإحساس بنعم الله عز وجل علينا. أتقدم للشعب الجزائري كافة بتهنئتي بهذه المناسبة. بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أتقدم بأحر التهاني والأماني لكافة الأمة الإسلامية والعربية والفلسطينية خاصة. فطر يعز الحال، مبروك علينا الشعب الجزائري كامل، ولازم تفكروا فلسطين، شعب فلسطين لازم تخرج اليهود من فلسطين وتستقل فلسطين وترجع كما الوطن الدول العربية. بمناسبة العيد منا نقدم تحياتي لبنتي هذه المريضة، ربي يشفيها ان شاء الله وربي يشفي كل أمة محمد ان شاء الله يا ربي. ونقدم تحياتي وصحة عيد والدي ان شاء الله، نقدم تحياتي لوالدي لأمي وأبي. عيد سعيد للشعب الجزائري والأمة الإسلامية بصفة عامة. نتمنى ان شاء الله الشعب الفلسطيني ياخذ الاستقلال نتاعو ان شاء الله ويعيد حتى هو كما نحن نعيد ان شاء الله ونحسوا به. قولوا الأمة الجزائرية صحة عيدكم، تعيدوا بالصحة والهنا، ونشكر أصحابي والمواطنين الجزائريين.